من كم يوم كان النهار العالمي لمكافحة المخدرات، ورح يكون في فقرتين حول الموضوع. الفقرة الأولى حاليا مع الأستاذ جابرييل دباني اللي هو نائب رئيس جمعية أم النور، وبعد شوي مع الطبيبة شارلين هاشم رح نحكي عن الشق الطبي والصحة. أستاذ دباني كيف صحتك؟ الحمد لله. مبروك أول شيء، 25 سنة عم تحتفلوا السنة منذ ما أسستوا أم النور، الجمعية يعني ما كان في غيرها بتصور يلي كانت تكافح المخدرات، تساعد المدمنين على انه يلتقوا بمحل ويكونوا عم بيتم علاجهم بشكل صحيح، مش بالحبس، مش بشكل يعني هن ضحايا كمان بمحل ما. انت من هالرأي؟ صحيح، نعم. بيفكروا الناس انه المدمن هيدي من ايده. صحيح النتيجه مذنب بشي محل، بس نحن بنعتبره انه كل واحد منا عنده نقط ضعف، ودائما بيركزوا على فكره المخدر. انا بقول المخدر مش هو، مش المدمن هو المشكله، المخدر اللي عم ياخده ببرهن انه في مشكله بحياه الشخص. كل واحد منا عنده نقط ضعف وبيمرق بكرايز، واذا هالشاب مارق بكريزة وحدا ضيفه او تعاطى اول مره، إذا كان حقيقة نفسية قابلة إنه توقع بهالشغلة، توقع فيها وما عادش فيها يظهر منها. دكتور، نحن نعتبر إنه المدمن هو مريض، مش زلمة خرج ينحط بالحبس. نعم. بس كمان في مسؤولية اجتماعية قانونية، في مسؤولية على، إذا فيني أقول يعني إيه، على الدولة، على الحكومات، انه هالمخدرات يلي موجوده، يعني اليوم في وجود لمخدرات بمدارس، بجامعات، باماكن، يعني شغله موجوده وما واحد بده يروح كثير لبعيد ليلاقيها. صحيح. لما بلشت من 25 سنه كانت المدارس او الجامعات فيها تعاطي كانت بينعدوا على الصبيع. اليوم للاسف شارد صغري وين ما كان موجوده، ما في نلوم المدارس، ما في نلوم الجامعات، بدنا نساعدهم تيعرفوا على مزبوط كيف بدهم يكافحوا، او كيف بدهم يكون في اكيب موجوده تكون واعيه اولا لهالنقطه، وكيف يساعدوا التلاميذ الموجودين عندهم تيكافحوها. هلا مخدر موجود وين ما كان بلبنان، هذا مؤسف ولبل عم بيزيد. يعني نحن لبنان بلد صغير، ومثل ما بتعرف كلنا مرقنا شباب، وبدنا نعرف، بدنا نشوف كل شيء، كل الموضات الموجوده، كل البرفان بدنا نشوف ريحتهم، كل الموسيقى بدنا نسمعها، كل شيء جديد بدنا نحط ايدنا فيه. ونحن شباب لبنان بلد كل شيء مفتح له، وشبابنا بدهم يجربوا كل شيء، وهيدي احد الاشياء اللي حقيقه بحطوا ايدهم فيها. واكثريتهم بيقولوا لا انا ساعات بدي بوقف. للاسف هيدا غلط، لانه ببلشوا كلهم بالحشيشه، ما حدا ببلش يشرب قنينه ويسكي بكرعه وحده، كلهم نعم. بلشوا بكيس وبعدين بيصفوا بالقنينة. وهون نفس الشيء، ما حدا بيتعطى ايروين، كوكايين او ال اس دي او كراك او امفيتامين او شو ما كان، كل الدوزات الموجوده، كلهم بلشوا بسيجاره حشيش. سيجاره يعني حشيش هي باب، هي باب لاستعمال باب كل التعطي. نعم هي الاساس، وهي بتخلي الواحد اذا حقيقه في ناس تخنوا ووقفوا، بس هدول بينعدوا على صبيع اليد. اكثريه الاشخاص اللي بيتعطوا لانه بلشوا بالاول يمكن ويك اند، بلشوا لانه اصحابهم كانوا عم بيتعاطوا، بلشوا بطريقه مزحه، وبعدين شوي شوي تعلقوا فيها، وبعدين السيجاره ما عادش تعطي شيء، بدنا اكثر، وبصيروا بزيتوا الدوز، وبعدين الحشيش صارت ضعيفه، بصير يبلش واحد يتقل ايروين وكوكايين. هو الايروين يمكن اثقل شيء، هو الايروين، الايروين بركي السبستنس اللي اكثر شيء مدمنه ومدمره طبعا، لانه يعني من الاشياء العطله جدا. يعني شو نحن شو بنتعاطى بهالبلد؟ يعني مجتمعنا اليوم شو في، هل على 25 سنه تغيرت؟ مثلا تسمع اليوم باشياء يعني كيميكال دراجز، ما بقى قصه شيء بينزرع او البودرات، ان كان كوكايين او ايروين، صار في اشياء ما بتعرف شو هي، وبتسمع مثلا كابتاجون، وما بقى يعني بتسمع صرت اشياء هولي اشياء مركبه ما مركبه. كل المخدرات مأذيه. نعم. كلهم. هلا في شيء مأذي اكثر من الثاني، في شيء ادكتيف يعني بتعلق فيه الواحد اكثر من الثاني. يمكن اللي له رواج اكثر شيء بلبنان حسب احصائياتنا نحن،
هن الايروين. الايروين اكثر شيء بتاخذ بلبنان. شو في موجود بالسوق اللبناني؟ كل شيء بدك، كل شيء موجود بالاسواق برا موجود عندنا. للاسف قلت لك نحن سوقنا مفتوح وشبابنا حابين يجربوا كل شيء. نعم بس استاذ دباني لانه نعم. الوقت كثير دقيق، خليني نركز بركي شوي على المشاريع وعلى البرامج اللي بتقدموها، نركز على هذا الموضوع شوي، نعطي حق لجمعية أمن نور. في مكافحة بتعملوها بتروح على المدارس مثلا بعرف؟ نعم، نحن عندنا إذا بدك اثنين أكتيفيتي أساسيات. في عندنا مراكز، مركز للشباب ومركز للبنات، بناخذ الأشخاص بيقعدوا عندنا 15 شهر حتى يظهروا من هالمشكلة اللي عندهم إياها. نعم، وعندنا برامج أكيد، عدة برامج، واحد منهم اهم واحد هو بريفنسيون، يعني كيف فينا التوعيه، كيف فينا نوعي ان كان المدارس ان كان الجامعات ان كان الاهل ان كان كلابس بدقوا على بابنا ان كان اوقات حتى الجيش اللبناني عملنا برنامج معه. يعني الناس بتفتكر انه شغله بسيطه وانا بعرف شو معناتها، وللاسف بس ادخل بالتفاصيل معهم بنلاحظ قديش الناس سوبرفيسيال، يعني سطحيه. نعم. وبيفتكروا بيعملون خبر. نحن بأمن نور عندنا برنامج للاهل، بس يكون الشخص موجود عندنا مع اهله بنجرب نعيش الاهل شو هو الثيرابي، شو بيمرق عندنا، باي مراحل بيمرق عندنا. نعم. حتى يظهر، لحتى النهار اللي بيظهر من عندنا من بعد 15 شهر يقدروا يكونوا الاهل يسلقوه ويعيشوا على المزبوط معه شو كانت المشاكل، شو مشكلته هو، يمكن المشكله جاي منهم هن. العلاج مثل ما بعرف مجاني عندكم؟ مزبوط، نحن جمعيه خيريه وكل العلاج على 15 شهر مجاني. هل في مساعده من الدوله اللبنانيه او من وزارات او من؟ نحن عندنا وزارتين بتساعدنا، وزاره الشؤون وزاره الصحه. للاسف بهالايام شغله صعبه كثير لانه ما عم بيجينا حقنا، عم نلاقي صعوبة كتير كتير انه نقدر حقيقة نكفي نغطي كل البرنامج اللي عنا، نقدر نطور اذا فينا كل الاكيب اللي عنا، نقدر نعمل دعاية. نعم. لهالمشكلة الموجودة حتى كل الشباب يوعوا لهالنقطة. شكرا استاذ دباني، شكرا لزيارتك، جود لك بام النور، وعقبال ما بدي لكم عقبال 100 سنة، نحن بحاجة لكم، ولكن يعني ان شاء الله نقدر نعالج مشكله المخدرات. ان شاء الله شي نهار نوصل نقول ما عادش عندنا شغل بلبنان. ان شاء الله رح نتوقف لحظات قليله برجع بلاقيكم.